اولا انه ما توفرت به الشروط اللي طلبتها ساحات الاعتصام، ثانيا هو كان وزير سابق للاتصالات، ثالثا هو كانت عليه تهم فساد كثيره سابقا، فهذا احد اهم الاسباب اللي تخلينا نرفضه. ثوره حققت جزء بسيط من مطالبها، ولكن لا يزال هناك الكثير من المطالب قيد التحقيق، واحنا ما راح نرجع لحد ما نحقق هاي المطالب ان شاء الله. اولا احنا طلعنا على مود الوطن، ثانيا صار عندنا الدافع الاكبر والاهم هو الشهداء، دم الشهداء نريد ناخذ بحقهم، نريد نحقق الاهداف اللي طلعوا من اجلها. لازلنا مستمرين على هذا الهتاف، الشعب اراد اسقاط النظام ولا يزال يريد اسقاط النظام. الاضراب ان شاء الله مستمرين به حتى مع وجود طلبه راحوا، يعني مثل ما يقولون انه راحوا وداوموا وحضروا محاضرات وضايقنا الوقت، وهسه يعني يطلبون عندنا انه نحضر حتى نمتحن امتحانات الكورس الاول، بس ان شاء الله احنا مستمرين. ترفض ساحات الاعتصام محمد توفيق علاوي لانه رئيس وزراء الاس لانه صار مو باراده الشعب. الاحزاب اختارتها اللي هي الاحزاب احنا ما اختارناها. ثاني شيء هو جدلي وما تطبق عليه شروط طلعت من ساحات التظاهر. الثوره ما تنتهي، الثوره فكر. الثوره لا تنتهي بحرق خيم ولا تنتهي بقتل ولا تنتهي باغتيال ولا تنتهي بدوام ولا تنتهي باي شيء. الثوره فكره اذا راحت من عندنا وكنا جيلنا كله مات فالثوره راح تنتقل للاجيال القادمه، وما نريد هذا الشيء، احنا نريد ننهيها بجيلنا حتى الاجيال البقيه تعيش بسلام. ماكو شيء اقوى من الوطن، يعني الوطن يحتاجنا كنا فزعنا له. صغار وكبار فزعوا له، وما فزع له فهذا حرامات عراقي. ماكو خطر يهدد الثوره، ماكو، لانه الثوار بساحات الاعتصام كلها ما خايفه من اي شيء. يعني نشوفوا دا يتحدون الظروف كلها، حر وبرد وقتل واغتيالات وكل انواع كل انواع الصعوبات واجهوها عندنا، بس فشلوا ولا فناء لثار. الاضرابات الطلابيه مستمره هي حتى اذا رجعوا الطلاب للدوام، لانه راح يطلعون كل مسيرات راح تطلع متنظمه. يعني الطلاب اكثر اكو يريدون يداومون حتى ما يخسرون سنه، لكن اكو طلاب يريدون يعتصمون، وان شاء الله ننتصرين.
لن تتحقق كل الأهداف، ولكن هناك هدف لا يزالون، الانتخابات بعدها، وأيضا هناك الكثير من المطالب لم تتحقق. نعم يريد إسقاط النظام لأنه لا يحقق شيء من متطلبات الشعب، لأن هناك الكثير من الأشياء التي لا تتوفر في هذا البلد، الأشياء البسيطة منها الماء والكهرباء التي لا تتوفر، منها الناس التي تعاني من البرد وتبقى في الشوارع مطالبة بحقوقها في البرد وفي الحر. الأحزاب والميليشيات ممكن تعرضهم للقتل والخطف، وهذا الشيء أصلاً إحنا كنا نرفضه، فلذلك هذا أكثر خطر. إنه هواي شباب راح يبقون، وهواي ناس باقين وثابتين على مطالبهم وما راح يرجعون حتى لو انتهت الثورة، وإن شاء الله يا رب تستمر وتتحقق كل مطالبها. هذا نتمنى. ترفض محمد علاوي لأنها ترفض الوجوه السابقة اللي كانت الحكومة السابقة الفاسدة، يعني احنا نريد وجوه جديدة وتخلق تغيير يعني من جديد. هم يريدون انهاء الثورة بس احنا صوتنا اقوى دائما، احنا صوتنا يرتفع على اصواتهم واصواتهم ما راح تنسمع. اللي خلاني اعرف دراستي اللي هو انا اريد مستقبلي، ومستقبلي يعني العراقيين. احنا يعني هسه كطلاب ما راح نستفاد من شهادتنا بالمستقبل، يعني مثل ما تشوفون جاي يصير قمع وشهداء جاي يطوفون مساحات ناصرية بالبصرة بكل مكان، بس مع ذلك احنا باقين احنا ما خايفين من الموت، احنا كلنا يعني واقفين ضدهم ضد الموت على الموت، ما خايفين ابدا من اي شيء. المظاهرات مستمرة الثورة لحد ما نشوف هذا التغيير راح يصير اللي احنا جايين نطالب به، وإلا رح نبقى نطلع نبقى شقد ما قمعه وشقد ما قتله رح نبقى نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مظاهراتنا اليوم هي إسناد لشباب المظاهرات بعد ما رفضوا وجود المرأة بالتظاهر، احنا اجينا حتى نثبت انه المرأة مكملة للتظاهر. اما بخصوص محمد علاوي رفض الساحة لان هو ما مطابق للشروط اللي حطتها الساحة. باختصار اهداف الثورة تحقق جزء من عدها، اما بخصوص اللي جاي يحاول يعيد الدوام ويوقف الاضراب، اكيد هاي واضحة الاحزاب هي الوحيدة اللي تريد الاضراب يتوقف والحياة تعود طبيعتها. اكيد احنا نقصد باسقاط النظام انه انتخابات مبكرة، احنا نختار الناس اللي نريدهم وان شاء الله تتحقق هذا النقطة. السبب واضح، احنا ما طلعنا غير حب الوطن ونريد يكون افضل. احنا قلناها من البداية، البدايات للجميع والبقاء اللي يحب الوطن، فاكيد ان شاء الله مستمرين من الشباب، ان شاء الله مستمرين. انت منو؟
شخصية جدلية متهم بالفساد بأكثر من قضية، لأنه شخصية غير مستقلة، ولأن شخصية غير مستقلة. هناك الكثير من الذين أرادوا إسقاط ثورتنا ولكنهم فشلوا في ذلك، لأن ثورتنا ضد الفساد والظلم، ما زال الشعب يريد إسقاط النظام. دماء الشهداء هي من تدفعنا لاستماع الثورة وترك أعمالنا ودراستنا وكل شيء، تمارين حتى إسقاط النظام، إسقاط النظام الجائر الفاسد. حياكم الله، أهلا وسهلا بالمسيرة النسوية، أهلا بطالبات البصرة، بارك الله فيكم، كل الهلا فيكم، حياكم الله، ونورت الساحة، شكرا لوقفتكم المشرفة. بالأحزاب، إحنا هنا الشباب البصرة ما نريد كل رئيس وزراء تابع للأحزاب أو كان سابقا من وجوه الحكومة، إحنا نريد واحد مستقل، نريد واحد ما نخلي إيده بالأحزاب أبدا، إن شاء الله يا رب يكون يجينا واحد يقدر يغير البلد، يغير واقعنا، يطلع حق الشهيد، يطلع حقنا، إن شاء الله ما نضيع تلقط دم شهيد، إحنا ما نريد رئيس وزراء سابق، نريد يكون وجه جديد ما شايفينه أبد بالحكومة، نريد من عنده يكون مستقل، ما بإيد الأحزاب، لا إيران مخليته ولا أمريكا مخليته ولا أي واحد مخلي ولا تابع كل حزب. نريد إحنا وطن جديد، وطن نظيف، إحنا شعب عراقي يليق بينا، وطن شريف، وطن نقي من الفساد، من الحكومة، من الأحزاب، من كل واحد ظالم ويريد الأذية للشعب العراقي. نريد وطن يكون مستقل بيه، نعيش بيه، ما نريد أي شيء. إحنا اليوم عفنا كل شيء ورا ظهرنا، طلعنا واعتصمنا، احنا نريد نعيش بكرامة، نريد نعيش بشرف، هذا حق باقي البلدان، كافي ظلم، كافي فساد، كافي شبابنا ماتت، شباب خلصت، كافي خلوا عندكم غيرة، خلوا عندكم شرف، خلوا عندكم اي شيء، خلوا عيش هذا العراقي، احنا شريد بطريق العلم العراقي، بطريق هاي اللافتة، احنا شريد، نريد وطن نعيش به. نريد امان، كافي دم العراقي غالي، والله غالي احنا شريد، ما تقولوا لي ما ننهي الثوره ابد، والشباب مستمرين ونستمر ونبقى مستمرين، وعلى قص رقبتنا الثوره ما تنتهي بوجود الابطال، دم الشهيد ما يضيع دم الشهيد، كل واحد يريد ينهي الثوره، هذا مو عراقي، عيب علي اقول عراقي خلي ذب جنسيته، لا اقول انا عراقي، هل تابع لامريكا ولا تابع لايران؟ لا اقول عراقي، كافي عراقي، عراقي يكون عنده شريف ويكون غيور، عراقي مو هيك يضيعونا بسهوله، ليش احنا بس هيك؟ لك هاي البصره ام النفط، هذا العراق بالخيرات، ليش تسوون هيك بي؟ ليش احنا اغنى دوله وافقر دوله؟ ليش بايقينا؟ كافي فساد، كافي فساد، كافي باك، كافي حراميه، كافي بوق، عيب عليكم استحوا، نريد اسقاط النظام، احنا الشعب نريد نسقط النظام، ونريد يجي رئيس وزراء جديد، رئيس وزراء يخلي العراقيين يعيش بسعادة وأمان وبسلام، كافي ظلم، كافي فساد، إن شاء الله نسقط النظام، وإن شاء الله يجينا رئيس وزراء جديد، ويخلي العراق يصير كله جديد إن شاء الله، احنا الوطن، احنا اجينا هنا نطالب الوطن، نريد نفرح ام الشهيد اللي ضاعوا ليتها خطيه، ما حد قال هي مش محتاجه، ما محتاجه، احنا ان شاء الله وياها،
واحنا بناتها، وصفاء السراي مو وحيد، والله هو صح شهيد بس انا اعتبره عايش، واحنا بنات ثنوه جايين اليوم، جايين اليوم رفع راسك يمه، انت مو وحيده ولا ابنك الوحيد، احنا كنا بناتك، ان شاء الله نقدر نغير ولو شويه، اللي يهددون اللي يقولون اللي يجون الاحزاب ويقتلون الشباب ويجون يجمون علينا، والله لو تحرقون كل خيمنا، لو تقتلون 100 واحد، احنا مستمرين بالاعتصام. وشباب مستمر الابطال يموت واحد يجي 100 مكانه وان شاء الله يا ربي ما يضيع حقنا بشهيد وان شاء الله الله موجود وينتقم من كل فاسد وينتقم من كل واحد ايده ملطخ بدم الشهداء ما نصمت وان شاء الله صوت الحق ما يسكت ونصمت الثوره قلت لكم اكيد هو مو عراقي بس مع الاسف موجودين الناس اللي يهددون الثوره ويحجون عليها بس احنا ما يهمنا اي شيء ما يهمنا كلامهم ولا راح نرجع ابد وإن شاء الله مستمرين منصورين. مختارة الأحزاب مو المتظاهرين هم اختاروا هم يردون واحد منعتهم يردون واحد فاسد يردون واحد عنده سوابق من الأحزاب مثل متلطخ ايدينا بدم الشهداء وعنده سوابق يخلونا بالحكومة بس الإنسان الشريف والإنسان اللي يريد عراق نظيف ونقي ما يخلونه ليش يردون حزب مستمرين بالبوك لو يموتون ماتوا هواية لو يموت كل الشعب العراقي ما يهمهم هم مصالحهم يهمهم الفلوس مستمرين بالبنك ما يخلون واحد يرجع العراق يرجع العراق يرجع باستثماراته ويرجع العراق مثل ما شاهد بخيراته لا هم يردون يدمرون الشعب ما يهمهم يموت شهيد يموت واحد يموت 100 يموت 1000 ما يهمهم ليه مصالحهم النفط مصالحهم يردون الفلوس وشباب كلهم على الطلبة الطلبة قاعدين شو يردون؟ غيردوا الوطن؟ عارفين دراستهم وعارفين مستقبلهم على شنو هم مو بطرانين هم يردون عراق جديد يردون عراق يعيشون به بأمان احنا نريد الأمان احنا نريد الاستقلال احنا نريد رئيس وزراء مستقل ما ينتمي من الأحزاب ما تختاره إيران وأمريكا احنا مو دولة احنا ليش تتدخل بينا أمريكا وإيران ليش؟ كل دولة لها سيادة كل دولة لها حكومة ليش ما يتدخلون بينا؟ ليش ما يختاروا رئيس الوزراء؟ غير دول يبوقون من ثورات العراق احنا ما نتراجع احنا ثابت موقفنا ما تهمنا التهديدات ما تهمنا التهديدات سواء الأحزاب سواء قبعات الزرق ما تهمنا تهديدات أحد احنا يجمعنا الوطن احنا يجمعنا العراق ما تجمعنا الأحزاب احنا ما طالعين متمين الحزب احنا يجمعنا العراق احنا روحنا ودمنا وانتمائنا للوطن مو لحد ما تحققت اهدافنا ليش؟ لان الدم مستمر لحد الان الدم مستمر ما حققوا اي هدف ما مستعبرين هاي التجمعات ما مستعبرين هاي الشباب الجاي تطلع ما حققوا شيء من اهدافنا فاذا احنا مستمرين تعاندون ويانا ما تحققون اهدافنا احنا مستمرين اسقاط النظام؟ نعم مستمرين مستمرين نريد اسقاط النظام على هاي الشباب الراحت واللي قابلونا برصاص حي اكيد احنا مستمرين
المظاهرين ما يتراجع، ما يخوفنا لا موت لا تهديد لا احزاب، احنا وجمعنا العراق. كل واحد قاعد يبيته هاي يقربها.